يعني في الطليعة ودائما في مقدمة المحتفلين بعيد العرش وعيد الشباب، ودائما يقدمون الأغاني الخالدة والملاحم الوطنية. وخير دليل هو الأغاني المسيرة اللي بقت يعني راسخة في أذهان كل المغاربة. فسيدنا الله ينصرو لما كيوشح الفنانين والمثقفين في هذه البلاد، فهذا يعني المكانة التي يحظى بها الفنان والمثقف في هذا البلد السعيد. فنحن الحمد لله أرضعنا حب الوطن وحب الملك، وما يمكننا في هذه المناسبة الغالية إلا أن نبارك صاحب الجلالة، داعينا له بالصحة والسعادة وطول العمر. فالفنانين كلهم شعارهم من طنجة للقويرة هو الله الوطن الملك.